ليه؟ الفاكرين ان السعاده والضحك والابتسامه بتجي بالساهل، مفيش حاجه بتجي بالساهل. اللي عايزها يسعدك هيسعدك، واللي عايزها يفرحك هيفرحك، واللي عايز يقول لك كلام حلو هيقول لك كلام حلو. الناس اتغيرت والقلوب اتغيرت، كل واحد دلوقتي حاليا بقى بتاع نفسه، بقى اهم نفسه. كده تلاقي دايما كل واحد هو اللي بيسعد نفسه، وهو كتير كده من الناس. حتى لو انت مصاحب صاحب من 20 سنة ولا من 100 سنة، مفيش صحاب دلوقتي زي زمان بيدخل عليك السعادة والبهجة. دلوقتي احنا بنشوف، انا كهجوز اهو، كل واحد بيسعد نفسه بنفسه، مش حد بيسعد حد، واهو مش حد اصحاب ولا حبايب ولا اي بتاع. فانت السبب ان انت هتغير نفسيتك 180 درجة. ولو في شخص بيخاف ربنا وتقلى وعايز ان هو يسعدك هيسعدك، لكن لا، احنا في زمان القلوب اتغيرت.